أنا الآن أحمد في قمة سعادتي، يشهد علي الله من يومني صغير وأنا أتابع أحد كبار الشخصيات بالنسبة لي، أتابعهم أتعلم منهم أقتدي فيهم، الشيخ عايض القرني. والله إني سعيد. يا مرحبا مليم. مرحبا يا ابني أحمد الرائع، وأشكرك على هذا، وأسأل الله يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. اللهم واسمك آمين. مبارك، اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، ترحب بأحمد بن حنبل وابن تيمية وأحمد المتنبي، جعلك بالجنة. الله يجمعنا بجنات النعيم. يا جماعة الخير، أول شيء بقول لكم الله يجعلكم في جنات النعيم. وصلنا 4 مليون. من بدأت تكبر عند القاعدة الجماهيرية في حاجة، أنا صاير خاف منها، تمام؟ صاير أخاف أن الأشياء اللي أسويها والكلام اللي أقوله أنه يروح بطريقة غير مباشرة، أنا مي بنيتي للناس بطريقة سلبية يفهمونها غلط ويبدون يسمونها هي عادة سيئة أو سلبية، سواء كانت لعن سب أيا من كان، لكنها تكون يعني سلبية مي بإيجابية. أنت الآن ربي رزقك بقاعدة جماهيرية بمتابعين كثار مرة، وأغلب المتابعين حقين جيمر عيد يقول تراهم صغار بالعمر، يعني هم بيطلعون يجلسون معاك يتابعونك بالساعات، يتابعونك بالأيام بالشهور، في ناس يجلسون معاك سنوات طويلة ولا يتابعونك يقصدون بالحركات اللي تسويها بالكلام اللي تقوله. فأنت محاسب عزيزي المتابع وعزيزي اليوتيوبر وصانع المحتوى. أنا اللي ودي أسويه واللي جالس والله إني أحاول قدر المستطاع أبغى أستفيد من القاعدة هذه القوية والكبيرة برضو بالآخرة مو بس بالدنيا. فأسأل رب العباد مستجيب الدعاء يجعلنا عند حسن ظنكم. اللهم يا رب العباد، يا مستجيب الدعاء، يا كل واحد يطالعني الآن، أسألك أنك تغفر ذنوبه وخطاياه، تجمعنا مع جنات النعيم. تفش بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 4 مليون، خلنا نخلص بسم الله. Let's go! ألف مبروك! 4 مليون والمقطع رقم 400 بالقناة. اللهم لك الحمد. الله يعطيك العافيه، الله يبارك فيك. الله يبارك. والله قفزه ما هي بسهله. الحمد لله. 4 مليون عدد ضخم، تصور جامعه في 4 مليون، او تصور قاعه، فين في الدنيا تاخذ 4 مليون من هذا الحجم؟ هي امانه ترى. والله والله عدد ترى كبير ترى يا شيخ. العلاقه بالناس هي النجاح في الدنيا، النجاح هي العلاقات ترى. ولذلك يقول انتم شهداء الله في ارضي، هذه شهاده من الله اذا اقبل عليك الناس. ولذلك شكرا انك الله الهمك رسالته. الحمد لله. يا شيخ انا عندي ماركة حقتي هذه دائما اتعامل معها، اللي هي السكس بي. ابيك تقولهم يحطون السكس بي بهذا اللفظ. اي بهذا اللفظ. اطلب منكم ان تحطون السكسي السكس بي. السكس بي بخلني اعيده، السكس بي، لا تنسون السكس بي. يا شيخ ما عاد عندكم مجال، حطوه. انا عندي بصمه ثانيه حبيبي، كنت اروح انا زرت 40 دولة طبعا، دائما اكرر هذه الجمله. فلا شلون، فكانوا كل ما رحنا وسووا محاضرة تعرف يسوون كذا، قلت نحن في الإسلام كذا وحدانية، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. عندي 3 بشارات من الكتاب والسنة أثابكم الله. أولا، مهما ضاقت، يمكن أبنائي لأن ما جربوا الحياة يحسبون إذا أغلق عليه الباب أنه مغلق دائم، إذا جاء هم يظن النهاية، إذا جاء رسوب يظن أنه انتهى، أو مرض أو فقر. إلا لا، وبشركم ببشارة الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اجعل هذا أمامك، والله تهتم اليوم يجيك الفرج في العصر أو في اليوم الثاني، الله وعدنا، لا تحزن الله معنا. البشارة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام، هي أقل من نصف دقيقة أو ما يقارب 30 ثانية. قال عليه الصلاة والسلام، من قال رضيت بالله، إذا أصبح من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه، وفي لفظ وجبت له الجنة، 3 إذا أصبحت و3 إذا أمسيت، هذه جاهزة. الثالث، تريد السعادة بلا عقاقير بلا علاجات بلا أدوية، وصفة سريعة من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يقول سبحانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جرب والله، حتى لو طلعت كشتة ولا رحلة ترى هي مؤقتة مثل بنادور، وحتى لو تغديت وسويت لك مفطح ولا مندي ولا مضبي ترى مؤقتة، ولو لبست ثوب ترى مؤقت، ولو أخذت قلم ترى مؤقت، وشريت سيارة ترى مؤقتة، لكن الدائم أنا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله. فوصيكم دائما بالتسبيح، أنا رأيته هو الحل، الحل السريع الدائم اللي يوصلك إلى الفردوس الأعلى. يقول سبحانه، فاذكروني أذكركم. تفضل بتصور ملك الملوك يقول لك أنت أنا العبد وأنت عبد، فاذكروني أذكركم. فسبحانه وتعالى، ورددوا بعد كل صلاة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بإذن الله تعالى أن هذا من هذا المقطع نبي يكون فيه تغير جذري من ناحية القناة، من ناحية المحتوى، من ناحية جميع الأشياء اللي كنا فيها في السابق تتطور إلى الأفضل بإذن الله تعالى. فيا شيخ أنا بكون معاك صريح، أنا ودي أبعطيك اللي في قلبي أنا من الآخر. الآن وصلنا إلى 4 مليون، عدد كبير جدا. وأنا
أبغى إذا يعني سألني الله يوم القيامة إيش قدمت لهم، أبغى أكون قدمت لهم شيء يعني يفيدني فاخرتي. فهذا شيء أنا أبيه من الآخر. فمن ناحية قناتي جالس أحاول قدر المستطاع أني أغير متابعيني وأغير برضو من صناع المحتوى اللي معي إلى شيء أفضل، إلى شيء هادف. مجالنا الجيمينج الآن الألعاب أغلب متابعينا صغار يا شيخ، وهم صغار بالعمر وعلى فترة طلوع، فالكلام اللي نقوله والعبارات اللي نقولها أحيانا يقتدون فيها يقولونها. فقاعدين نحاول نعدل نغير نحرص، لأنه والله ما أخفيك أنهم يجون أولياء أمور أحيانا عندنا يقولون لنا أبناءنا أمانة في رقبتكم. الشيء يخوف، الشيء يعني مرة كبير. فودي أسأل كذا سؤال عن كذا موضوع. أول موضوع اللي هو موضوع الرياء، من ناحية إن إذا شخص عمل خير يخاف من الناس اللي يقولون أنت سويت شيء هذا عشان الجمهور، أنت ما سويتها عشان تكسب أجر، لا أنت تبغى الناس يقولون أنت سويت خير عشان جمع مشتركين، أنت سويت خير عشان. فهذا الموضوع صار يخوف صناع المحتوى إنهم يسوون الخير. فإيش إيش تشوف الموضوع هذا من ناحيتك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وبارك لكم هذا العدد. الله يبارك فيك. وأنا أقول إنها أمانة كما تفضلت، هي أمانة في عنقك لكنك أنت في طريق الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. أبشرك بمرسوم إلهي في هذا المشروع، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قبل قليل أحد الإخوة يقول إني أسأل ابني، فمن تتابع؟ فإذا قالوا تابع أحمد القحطاني قال تطمنت، هذه بشرى الحمد لله لما أقولها مجاملة. الله يبيض وجهك وأهنيك، وأنا أقول لأبنائي تابعوا أحمد، الله يجعلك في الجنة. لأن سرى نحن نقوم على مثل، نحن رسالتنا مثل، الله شرفنا بالرسالة، بلدنا بلد رسالة، دولتنا دولة رسالة، وطننا وطن رسالة. ترى ما شرفنا الله في السعودية إلا بالله إلى الله، حتى في عالمنا محمد رسول الله أنت تدعوني هذا. أما الرياء فأنا بعطيكم قاعدة يمكن أول مرة أصوغها كذا، قلتها في مناسبات لكن كصياغة علشان يرتاح الإنسان. ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل والعمل من أجل الناس شرك. هذا قال الفضيل. لكن ريح نفسك، ما هو الضابط؟ إذا قدمت على هذا العمل وأنت تريد وجه الله فلا تبالي بأحد، قالوا أنك فعلت أو ما فعلت. فإذا تكلموا عليك وقالوا أنك أردت رياء وتركته فقد رأيت، وإذا عملت علشان يقولون مشكور وماجور فقد أشركت. انتبه للرياء والشرك. ماذا تفعل؟ أخلص عملك واتجه إليه، ومهما قالوا فلا تبالي، واعلم أنك، يقول ابن جوزي، بعد سنوات سوف تكون جثة هامدة، ويكونون هؤلاء جثثا هامدين الذين يمدحون أو يسبون. وكل ما فوق التراب تراب. تعامل مع الله ولا يحملك مدحهم على أن ترائيهم، لأنهم بشر، فيفسد عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تذكر هذا، فريح بالك، وسوف تجد مع الإخلاص انشرح الصدر والراحة والأجر والقبول من الله. الله يجزاك خير يا شيخ. بخصوص الموضوع هذا، هذا الموضوع كان يتداول بين صناع المحتوى في المجال، إن الواحد يكون عنده خوف إنه يقدم الخير عشان ما يبغى الناس تنظر بصورة أخرى. فبإذن الله إن من هذا المنبر إنهم الناس تكون هدفها واضح، إنهم ينوون الأجر، والله يكتب الخير للجميع. في بني أحمد في إشكالية، الوقت معك طبعا، نشوف نريد أشبع الموضوع فيهم على حسب وقتهم. كثير من الشباب الآن لأنهم ما عندهم خبرة أو ما عندهم أدلة أو علم شرعي يتركون كثير من الأعمال بحجة أن لا نريد أن نشتهر لعل نقع في الرياء. يقول أبو هرار لأحد قال لماذا ما تحفظ القرآن أو تطلب العلم؟ قال أخشى أن أرائي. قال كفى بتضيعك القرآن، هذا أعظم مشكلة، كيف تترك؟ بل تصدر وانفع الناس، أشهر الناس محمد صلى الله عليه وسلم، هو الأول في العظماء، العظماء المئة مايكل هارث هو الأول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ، بالنسبة لتعظيم المشاهير، أغلب المتابعين حاليا يعني ممكن يقتدون بالمشهور ويحبون من حبهم، ممكن يروحون بطريق يوديهم إلى الشرك بالله تعالى والعياذ بالله. يعني من كثر ما هو يحبه يكتب عبارات أو يكتب كلمات ممكن تضيعه. فتقديس المشاهير إيش وضعه؟ كيف الواحد يتفاداه؟ كيف الواحد يكون ثابت ومخلص الله تعالى في المواضيع هذه؟ أنا معك، وقد تابعت ناس أعجبوا مشاهير سواء في الرياضة أو في الفن أو في الأدب أو في الفكر. وأنا بقول قواعد. أول، ليس معصوم عندنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي طهره والله زكاه، أما بقي ما هو معصوم، يجي من الذنب ويجي من الخطيئة. ثم لماذا تضيع دينك في أن تصل إلى هذا الهوى والهوس يسمى؟ يقول سبحان، أرأيت من اتخذ إله هواه، هوا يعني مشهور خلاص هوي، وأضله الله على العلم. قد يصل إلى درجة شيخ بعضهم يأخذ لاعب عالمي، قد تجد اللاعب العالمي هذا ملحد، فيقبر صورته ويضع صورته على صدره.
هذا اتخذ إله هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبصره وجعل البصر غشاوة. نعوذ بالله من الخذلان، هذا ضياع للدين. برضو بمجتمعنا الحالي من ناحية الألعاب، احنا تعرف الألعاب والأمور اللعب، أحيانا الواحد يدخل مع أصحابه وأخوياه ويتحمس في اللعب، فيزل أحيانا تلقاه يسب يشتم يقذف. السب والقذف والشتم كبائر، فودنا نوجههم ونحرص على أننا نتفاداه. كيف نقدر نخفف من السب والشتم في المجتمع اللي عندنا؟ الله سمى المتنمر هذا القاذف همزة لمزة، هماز لماز، هو يتعرض للأعراض. أولا المقت من الله، فالله يلبسه المقت لأنه هتك أعراض المسلمين والمسلمات. وش المقت يا شيخ؟ المقت السخط منه والبغض سبحانه وتعالى، فلا يرضى عنه إلا حتى يحاسبه سبحانه ويبتليه. الثاني القصاص من جنس العمل، يقولون من ستر الناس ستره الله، ومن حفظ أعراض الناس حفظ الله عرضه. وجد أن من حفظ لسانه عن أعراض الناس حفظ الله عرضه، فتجد محبوبا يدعى له. وبالمقابل تجد، وأنا رأيتهم الله على الطبيعة، من دائما يغرد بالسب والقذف والشتم والتجريح يسلط الله عليه الناس فيجلدونه ويشتمونه ويذلونه ويهينونه، يرجع له كل شيء. صحيح. الثالث يحبط الله حسناته التي فعلها فيوزعها على الناس مجانا، يصلي في المسجد يأخذ حسنات، يأخذ الحسنات، يصوم يأخذ الحسنات، حتى لو صلى في الليل قرأ تلاوته يدفعها بشيكات مؤجرة إلى هؤلاء ومرسل لهم الحسنات، وهو إهدار الحسنات. الواجب أنه حتى لو عثر إنسانك تستر عليه. الواجب يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا الآخر. الواجب أنك حتى أنك تتأسف وتقول كذا وتحاول تدافع، حتى في المجلس إذا سمعتهم يتعرضون لمسلم حتى لو كان مقصر حتى لو كان عاصر تذب عنه. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. فالله الله عندما تكلم صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. أنت تحرك أصابعك في التويتر أو في الفيسبوك تذكر، يقول سبحانه ستكتب شهادتهم ويسألون. الواحد الأحد الواحد القهار يقول هذه مكتوبة، ستكتب شهادتهم ويسألون، والله إنك توقف يوم القيامة وتسأل عن التغريدة وتسأل عن المقطع. طيب يا شيخ، والله ودنا صراحة بما نحن تقريبا وصلنا للختام، ودنا نسوي عمل خيري الكل يستفيد منه، والله يكتب أجرنا وأجرك إن شاء الله وأجر المشاهدين، بالنيابة عني وعنكم كلكم. اللي يبغى يشارك في موضوع الشيخ الآن بيتكلم فيه اللي هو موضوع التبرع في جمعية، تفضل يا شيخ. الجمعية اللي هي في جمعية أكناف الخيرية لها مشروع وقف اليتيم الثالث بمكة المكرمة. أنا من ضمن من يعمل معهم متعاون بعقد وتشرف عليه الدولة، يعني مأذون من الحكومة طمئنه، والإذن موجود. سوف يتصل بك من طرفهم الأستاذ أحمد الهاشمي، ممتاز، ليريك كل شيء مثبت. الأمر الآخر أنا وقفت بنفسي على الأرض قريبة من المسجد الحرام ومن الكعبة في البرد الحرام، وهذا الوقف الثالث يقوم على الأيتام، بناية لهم ريعه في تدريس وتعليم الأيتام، لباس الأيتام، غذاء للأيتام، ويدخل فيه أيضا الأرامل والمساكين. هذا الوقف الثالث والحمد لله انتهى 50% انتهى ما شاء الله، بقي 50% وكل شيء موثق، لأن نعمل على بصيرة بإذن بترخيص، والحمد لله الناس في مستجابة. وتتصور أنا بشرك بشرى، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقولها إلا مع اليتيم، قال في الصحيح أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، أنت رفيق لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان مسح رأس اليتيم فقط بحسنات وتكفير سيئات فكيف بالدعم؟ وهو لك ولوالديك ولأسرتك. وجمعية أكناف مشهورة الآن، هي مؤذون بها وهي في وسائل التواصل، أنا أغرد عنها كثيرا ومن طريقكم، وسوف يكون التنسيق إن شاء الله عن طريق الإخوة بيتصلون عليك بإذن الله. وجعل الله ما تقدموه في ميزان الحسنات، وابشروا بالصدقة. الله يكتب أجرك يا شيخ وأجرنا إن شاء الله، والله يجزاك خير. أنا بالنسبة لي والله إني سعيد، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا اليوم، مقطع بسيط مع الشيخ. الله يعطيكم العافية ويكتب أجركم، في رابط تحت بتشوفونه، أي شخص يبغى يدعم يبغى يتبرع، الموضوع يا جماعة مو بإجباري، فقط إذا بغيت في رابط تحت تقدر تدخل فيه التفاصيل كاملة، يروح لوين، شرح مصور، والله يكتب أجرنا جميعا. أتمنى استمتعتوا معنا، وبإذن الله تعالى يا جماعة الخير تشوفون تطور من ناحية من جميع النواحي في القناة. الله يسعدكم وجزاكم الله خير على كل شيء. شكرا، شكرا جزيلا مع مقيم مرة أخرى على 4 مليون. الله يجعلني عند حسن ظنكم جميعا، وعدنا بإذن الله تعالى قريب، وبإذن الله تعالى 5 مليون أقوى وأقوى. لا تنسون الاشتراك واللايك وكود الدعم SXV. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا جماعة، شرح بسيط للناس اللي تبغى تدعم. يا أخوان الموضوع خيري والموضوع مصرح من الحكومة، أي شخص يبغى يدعم عندك طريقتين، يا أما أنك تروح عند وقف اليتيم الثالث بمكة اللي ظهر أمامك وتختار السهم اللي تبغى تدفع، تبغى عن نفسك، تبغى عنك وعن والدينك، تبغى عن أسرتك كاملة. بسيط جدا، تختار مثلا عن نفسك، تضغط إضافة، بينزلك على طول تحت عند تعبئة البيانات، تحط اسمك ورقم الهاتف، تحط بياناتك وتأكيد الطلب. في ناس يقولون أنا والله ما أبغى أدفع 100 ولا أبغى أدفع 500 ولا 200، أنا بس أبغى أتبرع بريال لين 10 كل واحد ومقدرته. برضو تقدر في أيبان هنا حق حسابهم البنكي، وبرضو أرقام تواصل عندهم بالواتس. المشروع هذا خيري والحكومة مشرفة عليه، وتقدرون تشيكون روابطهم موجودة تحت. الله يكتب أجركم، وبإذن الله أني عني وعنكم راح أتبرع للناس حتى اللي مو قادرين. شكرا جزيلا يا جماعة الخير على الإطالة، الروابط موجودة تحت، والله يجزاكم خير.